ايام بالله ان كتشنو سيري وصلنا الى
كليات تبارك وبرشلة سومالينا مركا أيضا ميو ميو إيو جي بي وشكاشنا يا محاسب بينس الضوء إلا هل مليون دولار وكولجكا لغوب الله هذه مركا وراك إسان إنت لما علبة أكل إنشابين إسان موقع الكروشة إيه إميك هذا اللي تشوفه إلا كل يلا بقول معلمين أي صوب أختي كل شيء تبارك معلمين وحال للنت هذا كان على جبين شكو شاف الإنسان كل إنسان بقى يا كرم إنسان شكله هو أبي ومعلمي ما شكله دنا بقدي غيرنا هو إياه لك الانجينير هكا مامي بيجر بوكا شكايد هكا مشينو كا شكايد يا نينك بيرا هكا شكايد يا برانوسكو بيرو كا شكايد يا لكن معلم مشينكي الهي ابو رعي ابو عكا ابو شكايد يا وابري والي يمن مشينكي وانا شكايد ابو شرف بلانو ومهنة الانبياء والرسل رسالة الأمة إلى قوي إليني فالسورة أولاني معلم بوحا بنا أهلسة هل الماها ماها إلمت رسولي إنتي دير ما خندق أي ماها شقد اللفتي له أيا أشقوينك إلى هاي وأبو ريش قوينك هو شرف بدن وحي الرجل لو سلئني إلا يبن هذا الهجاجية الرسوس أها أيا إنه رمي نهاية طبيعة لك وبد كايل هاي عمرو بحاجات اللي يقوله هو وين نجح في ثلاث مويناي اسكر اسمه هنا بعد ما يعمل دين اليوم هي الرسوسي لما حسابي خرور معلم نمض والعاق معها وإنا بيرا تعود في كون السلسة في مشكل وإنا بمش الليلة حتى أنا سكرات على الويق وقعد كان حتى أتحس هنا ويلقى ويتشون هذا الرسالة من تنوه الرقالة مينا قبل يسالي أسكرة سنة رسمك وسوسك عنده أشان عطا وكان أحسن أهوال يعني بلد في الوقت دينا كتك هو إيقوع لك أفر يقول سنة نوى شغير المعلم بارك أهدالي إلا حبيتي كما قلنا لو هو إنه نبا شغير أزيد وكاية وعن قلبتي شبك الماء وما أنت هكا يجوكا مع الليتي كسوم بحضين إن بذكر من عليه يتحكي بكريه مشاعرها ما أنت هذا كم الله يا إله إن عتقوا إلى معلمي تجسوت وبري أصاب حقل كجنود السماء إلى ما تشرفت لي من تشرفت لي ما تنمو ذلك له وإذا أنت كان على فاتكي إن عليك يا شيخ معلمي ما تنمو فريا ما عليه صاحب يوتنا صاحب يوتنا كنتي والدلال يكتب معاشقة ومتكون السيد والدها سياسيات وسيارة أبرشادة طريقة جميلة سمعنا لكوه كاليسون حيارة أبرشادة دلقة ومتكون دفلتة على السياسيات في الاسم الأقلمية كاملية الأقلمية ومتكون دفلتة بعدها ومتكون أبرشادة إما دفنها طريقة جميلة سمعنا لكاليسية إن تدبوا كاروس وفي معاشقة أبرشادة إن تدبوا كاروه إلى صوب عام عالمي بدل الكرام عالمي تاني ورايات وسوشيالي تنوع عمره يوقف في لبعض إن ما توفر وهكذا ترى هو عن روايات الجورة حاط يوم على صوتها أنا روح على صوتها في سبالة أنا متأكد ليها من شو بيجي تورني أنا ما أعرف صوتها أما بني سومالية لغاية أبو كوها كسو برتك أروح أعي قلوا لها كوفة على أن أروح أعي وحسو صارتي وحبشو الزبانية مرة هذي أعي طيئي يا شب وحبرشين طيئي لها هذي أعي لنوش إلا طيئي إحمان وحبرشين طيئي ما هم تركها تاسم كل بلدنا قولك أفراد بحرمتك أن تقومها لفصد يقومها لعليو معلمين تعلمها يجدك معلمها
وهو اللي يقف في السيران في الكويت وراه الكويت قلعات عميق اليوم في مركز كليه هيستي وراه قليل له ويسمع نقي بتشوفه وصل قليل له يقرا محل ياسر كونسرتين وهي شيء يسالك عليه في المسلسل halkii soo martay iyo wax soo saarkeeda qarashada waxa cadeynaynaa miisaaniyadda qaranka ee dhaqaalaheena ay noqonahay qaybta ay miisaaniyadda ay ka tahay oo marka wasaaradaha loo eego ah meelaha miisaaniyadda ugu badan loo qoday inkastoo aynu weli u baahanahay inaynu kordhino waxaa kale oo aan cadeynaya inaynu arkaynay lacagaha lagu daray inay ka mid tahay in bugaag loo iibiyo dugsiyada dowladda oo si carruurta dayartii aanay bugaag u waayin waxaynu dhehna ku arkaynay madaxweynihii dowladda soomaalilan oo bugaag kugu qaybinaya ardaydii si uu u muujiyo mudnaanta ay waxbarashada ay dowladdu siinayso waxaanu la aasaasay shaqalii qaranka oo runtii aad wax uga tartay dhulka miyiga oo imika ka waxbarasho wanaagsanaanaya magaalooyinka markii macalimiin loo helay waayo berigii hore waxaa jiray macalimiin waxaa joogay dee waxoogaa dhigi karaya ilaa iyo fasalka saddexaad ama afraad laakiin intaa wax ka badan aan dhigi karin dhibaatooyinka aynu u baahnay in shata sane soo socda waxbarashadeena ka horumarina waxaa ka mid a dhulka miyiga xaqiiqada ka jirta waxaa ka mid a fasaladii markay yaraadeen ayay macalimiinta xal waxay ka dhigeen waxa la yidhaahdo multiple grade multiple grade waa maxay fasal baa la sii kala jeedinayaa ardayda xaggaana qaar grade two yaa loo jeedinayaa xaggaana grade one baa loo jeedinayaa macalinkuna ogaya isku fiirsan halkuu shan iyo afartan daqiiqo uu ka qaadan lahaa mid waliba labaatan daqiiqo qaado haaf baa waxbarashadii ka baqan sidaa awgeed waynu u baahannay inaynu dejiisano qorsho aynu fasallo ku filan caruurteena u dhisno iyo dadka waaweynba macalimiinta dhibka kuliyaddi baa inoo tababarta shaqo qaran baa la sameeya alxamdulilah iskuullada mid ka mida soomaalia tuulooyinka ku yaalla ayuu anagoo mar caruurtii baa la weydiiyo waxaa la yidhi iskuulkan ilaa inu soo dhistaa lix sano oo fasalkeebaa ugu sarreeya grade two dabeetana waxaa la yidhi oo lixdaa sano ciyaal maanin grade two dhaafin mise tabas wuxuu yidhi kii yaraa ku yar maintu naga soo doobaxay macalimiintu wax war bay dee sheegeen waxay yidhaahdeen reeraha guura ee dhulka abaar noqda waxay ahayd dee abaarta ba wixii grade two ka sarreeya ku dhacdaa ila gribtu waa kuwa joogay ku yar baa naga soo doobaxo wuxuu yidhi sababta aan gribtu dhaafinaana waxa weeyaan macalimiintaan intaa wax ka badan dhigi karay laakiin shaqadii qaranka alxamdulilahi shaqadii qaranka dabooshay oo baahidaa inaga saartay waxaa aynu halka kaga dhawaaqinaayo kare in macalimiintaasi ay si rasmiya u qalijabiyeen maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo tobankii bishii koowaad labada kun iyo labiyo labaatanka sacabka aynagu garaaxno waxaan doonayaa macalimiinta e-serviceka ama imika shaqeeyaa tababarkii markay dhamaystay shaqadoodii bay ku laabanayaan laakiin waxaan halka doonayaa inaan ugu yeedho maayarada ciddii joogta waayo dowladaha hoose iyo wasaaradda waxbarashadu sidii ay u qori lahaayeen shaqada laba boqol iyo sagaal iyo labaatankaa qarijabiyey waa inaynu iska kaashanno oo markuu shirkani inoo dhammaado laga bilaabo labiyo labaatankaasiba ay iskuullada siday ugu shaqo tagi waayeen markaa maayarada waxaan ka codsanayaa inay halka soo istaagaan oo ay shahaadadana siiyaan midi walibana intuu qaadan doono uu isaguna halka fakiro